مشهد 18 ليل خارجي، ناس كتير ملمومة على اتنين مفيش بينهم كلام، في خناق من غير صوت، خناق بالكتاف والإيدين والرجلين، خناقة من غير ما حد يلمس التاني، خناقة بالرأس. منشئتك بقى طبعا، منشئتك هيب هوب ده وحاجات البريك دانس والحاجات دي طبعا. انت بقى اشرح للانستراكتور عشان الرقص ده مفهوش انوثه وانا كلي انوثه، فلو سمحت خليها كمان. طب استاذ الانستراكتور استاذ زياد انستراكتور ماشي خلاص، اللي هو انستراكشنز طيب. هو اللي اوكي يلا زيزو ولا ميزو؟ لا زيزو. بص يا زيزو، احنا في فيلمنا الاستاذ اسعاد، ويعني احنا عندنا مهمه تمام. فيلم الفيلم اكشن اوكي، كوميدي مغامرات عاليه المستوى اوكي، استعراضي لازم. اهم حاجه ان استعراضي جاحد اوكي. احنا في مغامره عندنا في الحاره المصريه مهمه لانقاذ شيء ما او فرد ما، مالناش دعوه ايه اللي هيحصل في الخناقه. انت رجالتك دي رجالتنا احنا اوكي، في الخناقه اوكي، احنا عظماء عندنا حاجه تانيه هتعمل ايه؟ احنا قاعدين على القهوه انا ومدام اسعد وانت بتتخانق بقى بتخانق. بايه؟ دانسينج، بالدانسينج عشان الفيلم ايه؟ استعراض الصلع على النبي، خش بالظبط كده. فاحنا هنسخن على القهوه ونقعد نقول هو ايه الهيب هوب ده اساسا؟ طيب هو الهيب هوب ده نوع من رقص الشوارع او ستريت دانس اوكي. هو اول ما ابتدى في امريكا اوكي، كان في حته مخصصه اسمها برونكس في امريكا. كان الموضوع اكتر زي عصابات في الاول اول ما ابتدى، وبعد كده الموضوع اتحول ان هم بدل ما بقوا بيضربوا بعض بقوا بيستخدموا الدانسينج ان هو يعبروا عن المشاكل اللي ما بين الهدف بتاع الفيلم بتاعنا ان شاء الله، عشان تعرف ان احنا يعني بدل الطوخي بالضرب بقى في الفضل بعدين. بس وبعد كده من هنا ابتدى الموضوع يتطور ان هو الناس بقت بتنزل مسابقات ويبتدوا يعني هو الموضوع اكتر ان هو فن وان هم بيعبروا عن اللي هم بيحسوا بيه من خلال الرقص ده. وهو اتسمى رقص شوارع لان هو اول ما ابتدى ما كانش فيه استوديوز للرقص والكلام ده كله، مش زي الباليه مثلا كان اكتر في الشارع. وبعد كده الموضوع بقى ابتدى يكبر ويبقى طيب. اكبر بكتير. لما ابتدى في برونكس في نيويورك اعتقد ابتدى ياخد يعني اهتمام من كل الكوميونتي الامريكاني، لان العيال ابتدى انتباهها يروح في حته ويعبروا عن الطاقه الشريره بان هم يحطوها في دانسينج. وبعد ابتدى بعد شويه يبقى في بينج بونج في الشارع ومش عارف في لعب، وبقى الشارع ده عباره عن مكان تفريغ الطاقه بتاعه، والناس ابتدت تهتم بيه جدا. مين بقى اللي حط له القواعد اللي بعد كده بقت تتطور؟ اوكي، هو مبدئيا في كروز مهمه قوي في البريك دانس بالذات، في حاجه اسمها روك ستيدي كرو. روك ستيدي كرو دوت من اول الناس اللي حطوا البيز بتاع البريك دانس اوكي. ومن هنا هو الموضوع اكتر فري ستايل، يعني حاجه ارتجاليه اكتر من ما هو ليه حاجات قواعد معروفه قوي. يعني بس ما تقدرش تاخد كوريوغراف، ما تقدرش تاخد رسمه رقصه مرسومه وتنفذها، بس يعني في قواعد بس اوتلاين، مجرد اوتلاين بس. الباقي كله بيعتمد اكتر على الارتجال بس. خلاص انت تمام. هنرقص هنعمل ايه؟ نرقص ولا نعمل ايه؟ لا هنشوف عشان احنا مش هنشترك في بيعملوا يعني، هنسخن معاهم بس. طب على جنب كم حركه اللي هي ممكن نبتدي كده كذا حركه نشوف نختار منها حاجه بيزك كده. استاذ جيمس قوي كده عشان بس الخناقه احنا جست على اهم حاجه دايما الميوزك، اهم حاجه نمشي على المزيكا. لا ده احنا حلاوه استعراض، فلازم المزيكا صح. انا فاكره في ناس عنده في ناس اوكي. طيب احنا اول حاجه ممكن نبتدي بيها حركه اسمها سايد ستيبس اوكي. سايد يعني نيجي على الجنب يعني هنبقى واقفين كده اوكي. هناخد الرايت ليج، هناخد ستيب وهنقفل رجلينا وبعد كده الناحيه الثانيه 1 2. ده سهل قوي. سهله صح، بس هنقعد بقى نعملها بسرعه يعني 1 2 3 4 5 6 7 بالظبط اوكي. هي المفروض هنعملها الفيلينج بقى، بوت الفيلينج بتاعك جواها اوكي. يي يي بالظبط كده. ايه علاقه ده نجر
في بكل هو الموضوع يعني بمناسبه نيجر دي الموضوع غلط يعني هو انا ما اعرفش والله ده هي كلمه غلط هي كلمه غلط عيب يعاقب عليها قانون نجده امريكا بقى ما انا ما اعرفش عشان هنا في مصر برضو لازم الناس تبقى فاهمه ايه اللي بيتقال عشان ما يجوش قصدك الناس تبقى فاهمه عليا انا لا لا مش قصدي كده طبعا لا وانا افهم برضو معايا لا هم يعني في الافلام الشريرين بيقولوا كده احنا مالناش دعوه هو الفكره كلها ان هو عشان معتمد على راس الشوارع فهو عشان كده الموضوع في شويه اجريشن او في عنف شويه في حاجات معينه في التعبير مش فاهم فهو ده الموضوع ما هنا الانجليزي هنا عشان انا عندي المشهد عنيف انت حتى تلاحظ ان احمد مصارع جو يعني انا مجمع قبل ما اجي مصارع عامل كده وبتاع وانا برضو لا في جيم في استعداد كبيره فيلم عالمي اتفضل بس فهو الموضوع يعني مش شرط ان كل اللي بيرقصوا هيب هوب يبقوا في عنف في الموضوع لا في كذا ستايل لا غير الموضوع. العنف يعني ايه دول اوكي هيجننوا فيه شلل الاطفال طيب. في الموضوع الايدين مبدئيا هي ساينز كل واحده ليها ساين يعني مثلا دي البيس معروفه اراوند ذا وورلد مثلا أوكي. في علامات تانية بتبقى على حسب المناطق يعني في مثلا حاجه في امريكا الايست كوست والويست كوست دي برضو كل ايدين علامات في مثلا ناس بتستخدم ان هم بدل ما يقول الكرو بتاعه يقول الاسم كله فبيستخدم اول حرف في الاسم يعمل العلامه بايده فمثلا ممكن يبقى سي اس واتيفر الاسم بيعملوها باستخدام ايديهم طيب انت ده ساين لانجوج طيب انت مسمي الفرقه ايه احنا اسمنا سواجرز كرو ايوه هو مين بقى اس اس اول حرف اس ممكن توريني الحركه بعد اذنك الحرف الاس 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 بيبقى كده ماشي دي خالص تمام نعملها كده عشان يعني بقين ما فاهم كده نعمله الحرف الاس كده اس يعني اس الاس معلش قديم اصلي اخر مره اتعلمت كان كتير فهو دي موضوع الايدين يعني هي ساين لانجويج اكتر في الموضوع اوكي بس لكن يعني براءه من اللي انتوا بتعملوا ده ده دي ايه برضو ما جاوبتنيش دي برضو دي يعني على يعني ليه بيبحلق في الكاميرا وقعد ايوه بالظبط كده اوكي ويبقى الواد كده جامد هي برضو ليها علاقه بالشخص نفسه يعني ممكن في ناس ما بيستخدموش خالص كلهم يا زيزو بيعملوا كده لا مش كله في ناس ما بتستخدموش تلاقيه دخل على كبر يي ويقعد يعمل له كده في هبل ايه يعني هي ساعات في ناس بتقور فعلا طب يلا يعني هم غيرنا لا خلاص دول مش معانا يعني مش على يلا بينا بقى نتشقلب مش على القهوه دول لا لا احنا بص انا بقول هنتعلم ونمكن احنا على القهوه ونتفرج على بعض نسخن بقى على القاعد كده تمام نرجع بقى للستبس بتاعتنا هنعمل حاجه اسمها الايت كاونتس الايت كاونتس يعني احنا هنعملها 8 عدات بالظبط 5 6 7 جو 1 2 3 4 5 6 7 8 حلو قوي بعد كده نخش بقى في حركه بعديها اوكي هتبقى حاجه اسمها كروس ستيب كروس ستيب دي بعمل كروس دي اللي هنكعبل فيها اللخفنه بدانا حسه اللخفنه شويه كده ماشي يا زيزو كروس وبنرجع تاني للنص وبعد كده كروس اللي فيها نط وبعد كده نرجع تاني عارفاها انا اللي فيها نط شويه يعني كده اوكي فهنعمل كروس باك كروس باك كروس باك كروس ستوب اوكي يبقى احنا كده عملنا حركتين كل حركه وكروسات اوكي نعملهم بقى مع بعض يلا بينا اتفضل مع بعض كلنا ماشي خلاص 5 6 7 جو 1 2 3 4 5 6 7 cross 1 2 ايه ده ليه ليه ما خدتش الكلام بقى طيب عشان اخر حاجه خلصنا لا خلصنا هنا نبتدي بقى هنا ماشي 1 2 3 4 5 6 7 8 نحاول بقى نزود يعني اتيتيود شويه في الموضوع احنا بنرقص فلازم يبقى في كده نعمل كده دخل بقى ايديك استخدم ايدك شفت راح يعني اعمل لك كده ما توافق شوف بقى هي دي بقى هي دي اهي روح دوت 1 2 3 4 ده كده بالظبط كده ايوه بلطج بملامح مش لا مش لازم يعني بلطج. على حسب الميوزك هو اصلا القلب هو مبلطج يعني ماشي على حسب برضو الميوزك يعني الميوزك لو حاجه ظريفه ممكن يبقى الواحد بيضحك لو حاجه جامده شويه يعني في اللي اتكلمنا هي بس يعني احنا فاهمين بس اوكي خش بقى في حركه صعبه شويه ولا ايه حركه صعبه شويه الحركه الصعبه دي احنا كنا قعدنا على القهوه اتفضل ماشي هنعمل بقى بعد ما احنا خلصنا الكروس هننط نعمل كروس دي بقى
مش ما انا قلنا على القهوه ما حد يصدقنا بقى بعد خلينا في خلينا على القهوه ماشي يلا بينا يلا بينا تحب تجربها تجربها شو ايوه حلوه اهي طب ما هي صح حلوه ما دي ما نيجي نشتغل فيه ازاي يعني ده لسه بقى فيه لف كمان هتلاقي ايه يعني المفروض نعمل وان ونلف انت هتلاقينا على القهوه طيب في المنطقه دي هتلاقينا على القهوه اعملها كده من غير لفه طيب شو وبعدين لف 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 يا ساتر ما انا بنقول بس عشان المسرح حلو اهو والله كله يلا يا بابا عشان السحلب مستني يلا بينا اتفضل يا فندم يلا نعمل الشو الله اتفضل يلا بينا فورميشن ولا عايزين نعرفكم اساسا اتفضل اوكي Thank you.
سخن. سيبيه ينام كل شويه. حاجه نظيفه، حاجه نظيفه، حاجه حلوه. حلوه قوي قوي. الله الله جميله. الله يا ولاد، الله برافو. بس لو نتدرب شويه بقى هيبقى حاجه نظيفه. تعالى نزلوني، تعالى نزلوني. اوبا يلا شد شويه قبل ما احنا نشوف. اتفضل يا فندم. والنبي حد يعمل لنا سحبه مايكل جاكسون. يلا اديها بقى واحده. اوبا الموضوع كبير، ممكن ابقى جاي كده. على بركة الله. حلو. هوبا. هاي. هاي. ربنا يخليك. الحمد لله. تعبت أنا. نفس اتقطع. لا زي الفل. بس حضرتك كده. الحمد لله. اه. ده يعني الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله إن إحنا لسه عايشين، الحمد لله. الحمد لله. أنا بس يعني كان في بقى مشكلة بسيطة. إن نسينا الباليه المائي. أه صح صح. آه. فأعتقد إننا متهيألي لازم نأجل الفيلم شوية لحد ما نجيب نبني البسين. أيوه. اللي هنعمل فيه الباليه المائي. لا مظبوط، لازم. لا حاجة مهمة وضرورية. آه. لا لا فعلا. فحضرتك موافق. إحنا نعمل إيه؟ أنا هبعت لك فيلم الغواصة. أيوه. نقرا الغواصة. ونشوف. ونشوف نكون بنينا الحمام السباحة. أيوه. نعمل فيه الرقصه اللي ناقصه بقى اللي هي الباليه المائي. ايوه. فحضرتك تمام معايا؟ موافق تمام مع حضرتك. تمام. ممكن برضو شديت شويه في الرقصه عشان ايه. آه. نركب الحاجات على ربنا بعضها. انا رايي ان حضرتك تعمل شريط برضو فيديو تدريبات. آه. اللي هي كيف ترقص مثل احمد فتحي. ايوه. دي هتفيد يعني ان شاء الله. خلاص ما هنشوف. الله يبارك. ربنا يسهل. الله يبارك. ربنا يسهل. الله ينور حضرتك. جدا 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 سعيده جدا. ونخلي بالنا. ايوه. من الفينس. فينس هو ده. شكرا.